طنجة نيوز، أول موقع إخباري بشمال المغرب. شاد نقول لك أخي، هذا الشيء كيألم ولينا كنخافوا دابا هادشي في طنجة البالية. ما عمرك كنا كنسمعوا فيه هادشي هذا، وحنا عند الحمد لله والحمد عندنا الحي راقي، ما عمرنا سمعنا بهادشي هذا. وهادشي قدر الله وما شاء فعل. واحد الراجل قال لك قتل جوج دولاد، وقال لك ديما تيجلس هنا في قهوة مع الدراري السيد ترانكيل، ماشي زعما شي واحد مساخ ولا. وكسمع على حساب الجيران ديالهم كيعاودوا بانه هو ديك الوليدات ديما تيطلعوا يقراوا القران في الجامع وكيصليوا، وليدات مزيانين مربيين وقدر الله وما شاء فعل. اخي هادشي كيألمنا ودينا كنخافوا دابا على وليداتنا. دابا الانسان ملي كتجبر في طنجة قتل وليداته، ما فما بالك ولاد الناس؟ غيبقى فينا رعب دابا هنا في طنجة البالية. صراحه انا ما كنعرفوش، حيت انا يعني القهوه الحومه وديك الشيء ما عمري جلست فيها، ما كنعرفوش. ولكن قال لك عنده مشاكل مع المراه ديالو، سمحت له في الوليدات هنا ثلاثه، قتل جوج، واحد طلعوا معاه ان كازا على حسب كيما كيقولوا. قال لك بغى يضرب شي واحد في كازا ولا شي حاجه، شبروه البوليس وقال لهم بان راه قتل جوج في طنجة. هادشي اللي كاين خاوا جا مخزن تقوى الطرادة بانو قال لك شي جوج لعبا وقتلو باباهم هنايا. حسيت كان كازاوي ساكن هنايا وليداتو كيجلس في قهوة معانا هنايا عادي نورمال. سيد كي كيميحشيش كاين كيما لا دروكا لا تا شي حاجة، كيميحشيش عادي نورمال. هاد الأيام بس قال لك يقولو شي مشاكل مع المهم جوج لعبا ولا خا كيقولو الناس هنايا مشا لكازا المرا ديالو معرفش شني جاب جوج لعبا ولا هنايا وخلالاش صافي توقعت الواقعة هنايا. هنايا سيدا كتعامل كيجي مخزن سيدا كتعرف هضرة كدور قهوة بدا كيعرف شني كاين فهمتي. كيقولوا جوج درواح كدا في الأول ما كناش مأكدين، طلعوا مخزن كدا صافي. وصلت الهضرة هنايا السيد اللي كان معاهم الحاومة قال لك جوج درواح جوج الناس ميتين فهمتي. أما هو مبوبري ما كاين لا دروكا لا ولكن كيجلس معانا عادي كيقصر بالليل ما كاين حتى شي حاجة. سيد نورمال كيكمي كارو الحشيش عادي الساك ديالو كيخرج كيشبر التاكسي كيمشي للخدمة عارفين واش يسافر خدام فهمتي. ما هو اصلا سطحي مكيدار، الا ما دارتي شي معاه ما يدارش معاك. يمكن بحال والو من ناحية هنايا مرا ما حنا ما ردوا لا شي باه فهمتي. هما العواويلية كيخرجوا البقال يتسخروه كدا كيعرفوا البقال مزيان فهمتي. سمع الناس اللي مراسو في كازا وقالوا شي مشكل الله اعلم. كل واحد شنو كيقول كل ضرب شي واحد كل واحد شني كيف. المهم قالوا مشكل في كازا صقر لهم قال لهم هنا جا مخزن جبروا مسائي جبروا جوج العواول ميتين. العواول كتعرفهم انتم؟ كيقولوا مع الدريد الحومه انا ضروري يجي تسخر بقال كدا. نورمال هو السيد نورمال. من كنت سيد ضغط نفساني راه الله يكون معاهم مشاكل مع مراه مع كراره معيشه في طنجه خاوتي لا كتعرف غاليه راه الدور باش جد تكون عايش مع ولادك وترشو راه نفسيا ما كتبقاش والو ما تعرفش شي ردة الفعل ولا شي هضره من مرا ما عجبهاش وشي الله ما داكشي ما هو اللي ادرى بديك الشيء ولا عمل لك ديك الكهرباء باش عمل هادشي هنا. ما هو السيد نور ما كيجلس اخاوا بشكل فهمتي السيد ترانكي فهمتي ما اديك ما والو كيجلس عادي جوينتس ديالو ما يقول لك جيب لي حشيش ما يقول لك هادي ما يسقسي قال لك شي حاجه لو ما درتي شي باتي شي موضوع ما يهضرش صافي اخاودي هادشي اللي وقع.